تونس. عملت دوكيمنتير حبيت نشارك بيه في دي فيستيفال ونعمل افيش ونفرح بروحي. اما عارف سيستمك ما يقوس منه. الفيلم لازم يتعدى على لجنة يولي منتج جماعي. بينك بونك بين وزارة الثقافة والفلاحة والتجارة. مش مصالح الرجوس الكبار ما تتمسش وتولي فما شروط لازم نحترمها ويسكروها في وجهي. هذاك على الفيلم بشيعة بتاع ديجيتال لازم يوصل أكبر عدد ممكن تاع فلاحة في تونس بدرجة أولى والشعب بدرجة ثانية باش يكون عندهم فكرة على وضع الفلاحة في تونس. خاطر المسؤول الوحيد هو سيستمك يا تونس.